فضيلة الشيخ، ما مشروعية هذا الدعاء الذي أدعو به في سجودي؟ اللهم إني أسألك أولادي، والمقصود به أن الله عز وجل يحفظهم لي ويبارك فيهم ويبعد عنهم أي سوء. أحسن تقول اللهم أصلح أولادي، اللهم أصلح ذريتي، ما تقول أسألك أولادي، تقول أصلح أولادي أو أصلح ذريتي، هذا هو الأحسن. ولا بأس بذلك أنك تدعو لنفسك ولوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين بالصلاح والمغفرة والهداية، يجوز، هذا طيب، هذا مشروع في الصلاة وفي غيرها. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، رب اغفر لي ولوالدي، دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ولمن دخل بيتي من المؤمنين والمؤمنات. فضيلة الشيخ، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمسلمين، والدعاء للوالدين وللأولاد والذرية أمر مشروع في الصلاة وفي غيرها. نعم.